نقدم لكم هذا البرنامج من طرف مجموعة القرض الفلاحي للمغرب. مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، التزام دائم. الروح الخضراء رفقة تعز الدين صالحة. الروح الخضراء، مشاريع جديدة كل أسبوع. أهلا بكم. بداية حلقتنا اليوم غادي تكون مشروع الأسبوع، ومشروع الأسبوع غادي نتعرفوا عليه من خلال الشرادي علي من مدينة سلا، واللي غادي يتكلم لنا على مشروع الرافية اللي حولها المنتوج عنده صيت عالمي وكيحترم البيئة. الروح الخضراء، مشاريع جديدة كل أسبوع. معكم السيد الشرادي علي من مدينة سلا. كتبان تجربة متميزة، انت كتخدم الصناعة التقليدية الأحذية ومختلف منتوجات من خلال الرافية، يعني شيء اللي هو كيحترم البيئة في نفس الوقت، كيساهم كيعطيك واحد المعيش، وفي نفس الوقت كتستغل الأشياء اللي هي طبيعية. كيفاش تكلمنا على هذه التجربة هذه؟ نعم، للأسف هذيك النبتة باش نخدم أنا الأحذية الرافية هي فلاحية، نبتة فلاحية، وحصل لي الشرف حتى وجيت فرحان. منين كتجيب هاد النبتة هذه؟ هاد النبتة هذه كتجي من مدغشقر، تجي حتى لفرنسا وكتصدرها لنا فرنسا على طريق الفلاحة. المغرب ما كاينش هاد النبتة هذه الرافية؟ هذا هو المشكل اللي كاين، ما كايناش في المغرب، وما كاين حتى في شي بلاد كاع اخرى من غير مدغشقر، وكاينه في المكسيك. نعم، علاش كتختار تخدم هذا الصنادل؟ هذا اللي كنشوف منتوجات مختلفه في الصناعه التقليديه بالرافيه بالضبط، حيت رخيصه ولا حيت يعني كتساهم في حمايه البيئه؟ كيفاش اختاريتي بالضبط الرافيه؟ علاش ما اخترتيش اشياء اخرى؟ لا، هي هذيك الصناعه عزيزه عليا، وتعلمتها انا صغير ول 13 سنه تقريبا، دابا راه مده ديال 40 سنه وانا كنخدم فيها، ويعني سرحات لي مع الدم ديالي، ما نقدرش نتفرق على هذيك الصناعه، وحيت هي حافظ على البيئه ومزيانه للجلد، مزيانه للحساسيه، ونفسها واحد الحاجه اللي هي طبيعيه، ما داخل فيها لا كيماوي ولا حتى شي حاجه، كلها يدويه. كيفاش كتشوف المنافسه ديال الصناعه الجديده مثل هذا الحرفي هذا، الخدمه بالرافيه، الخدمه بمواد اللي هي طبيعيه؟ واش غادي يبقاو ما يبقاوش؟ كيفاش خصنا ندعموا هذا النوع الحرفي باش ما يموتوش؟ حنا كنديروا واحد المجهود باش تنعلموا الشباب والشابات باش ما تنقرضش هذه الصناعه ديال احذيه الرافيه. كنكون الناس في التكوين المهني في الرباط، وعلمت في المحل ديالي انا واحد العدد كثير ديال باش ما تموتش الرافيه. في التكوين المهني دابا كاين مثلا انكم كتدرسوا اقسام مختلفه فقط هذه المهنه هذه؟ نعم، تندرسها للدراري وكنعلمها لهم، وكنعلمهم التقنيات ديال الرافيه، اي حاجه جبتيها ليا باش نخدمها لك بالرافيه نخدمها بالرافيه. الاقبال على تعلم هذه الحرفه باقي ولا كتشوف الشباب مابقاوش كيهتموا بهذه الحرفه هذه؟ البنات تبارك الله عندهم واحد الاقبال، بغا يتعلموا، كاين حتى بعض الشباب اللي بغا يتعلم، وكاين شي بنات تيقولوا لي تعلمنا وشحال نخلصوك، تنقول لهم ودي ما تخلصونيش، يعني نعلمكم انا بالمجان، انا فرحان باش يتعلموا، حيت الا تعلموا غادي من بعد انا غنولي نعطيهم الخدمه، حيت الاوروبيين الاكثريه الاوروبيين كيحماقوا على هاد الصناعه هاد الرافيه، لا هما ولا الشرق الاوسط. نعم، تكلمتي الاوروبيين الشرق الاوسط، كتقدر هاد الحرفه هذه تصدر يعني المنتوج ديالها؟ كاين مثلا ناس اقبال عليها باقيين كيشريوها، باقيين تقدروا تعيشوا منها، وتقول مثلا هاد الشباب اللي باغي يخدم عليها انه راه تقدر تربح منها طرف الخبز وتخدم وتطور هاد الحرفه هادي؟ كاين اقبال عليها في اوروبا ولا في الشرق الاوسط، وحتى في المغرب يعني كاين اقبال عليها مع كثره المعارض اللي كندير، يعني الناس بدات تعرف شنو هي الرافيه. ومن ناحية التسويق أنا كندير معارض وطنيين ودوليين، كندير معارض كثيرة وكاين عليها إقبال الحمد لله، وغنبقاو عايشين بها حتى كبرنا بها الوليدات وعلمت الدراري وكبروا الدراري، وباقي
أخي الحمد لله العطية طيب. كيفاش كتشوف الصناعة التقليدية خص الاهتمام بها يكون باش ما تنضطرش مثل هذه الصناعة هذه اللي كنشوفوها متميزة وتبارك الله عليها إقبال كبير؟ بغيناهم يعني يكثرون غير قضية ديال المعارض خارجيين وداخليين، حيت هي هذيك النبتة فلاحية فلاحية وكنخدموا بها الصناعة التقليدية. هي غير مضرة؟ لا غير مضرة نهائيا. وكان الدكتور بن عبود الله يرحمه كانت ينصح الناس باش يلبسوا هاد الأحذية هادي، حيت هي ضد الحساسية، كتحيد ديك الحساسية وطبيعية وطبيعية 100%. علاش مثلا المغرب ما يطورش مثل هاد النبتة هادي؟ ممكنش تطور في المغرب؟ علاش باقي تأمبورتيوها من على برا يعني وتزيد وتنميو هاد الصناعة هادي اللي كان فيها ميدار؟ ما كرهناش الخبراء ديال المغرب يديروا بحث، وبالأخص وزارة ديال الفلاحة مكرناهمش دوك الخبارة ديالهم يديروا بحث على الرافية ويدخلوا عنا هنا المغرب ويجربوا على جلة وتقدر تصدق. الروح الخضراء أفكار ونصائح باش كل خطوات تحقق. وفي الختام نصيحة الأسبوع، وكيف ما هي العادة غادي نتكلموا على الصناعة التقليدية ودورها في حماية البيئة وكيف الشباب ممكن ينخرطوا في هذه العملية ولهذا الغرض. غادي نرجعوا لعند الشرا ديالي من مدينة سلا. الروح الخضراء، الفكرة من عندك ونصيحة والمك. كلمة للشباب وربما الناس اللي كيسمعوك حول الأهمية ديال هذا الرافية، الأحذية ديالها، السبب ديالها، كل ما كيتنتج منها كصناعة تقليدية سواء من حيث الاستهلاك أو من حيث الخبرات وتعلم الخبرات ديال هذا الصناعة هذه. من قلبي زعما خالص تنتمنى الشباب يتعاطى للصناعة يعني خضراء مثل هذه كما بغات تكون. المهم يتعاطاو للصناعة، اللي كنتمنى من الشباب يتعاطاو للصناعة. قال لك الصناعة الا ما غنات تستر وقيلة تزيد في العمر. كنتمناهم يتعلموا الصناعة ويحفظوا على جلة. وشكرا. بهذا غادي نكونوا مستمعين وصلنا نهاية حلقتنا اليوم. موعدنا الأسبوع المقبل، إلى اللقاء. الروح الخضراء رفقة تعز الدين صالحة. قدم لكم هذا البرنامج من طرف مجموعة القرض الفلاحي للمغرب. مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، التزام دائم.